خلاص يا أيمن، جه وقت الرحيل، لكن معلش بقى نعمل إيه؟ هي دي سنة الحياة. عايز أقول لك يا أيمن إن إحنا بنحبك جدا جدا، وكل جمهور النادي الأهلي بيحبك بسبب إخلاصك في أرض الملعب يا أيمن، وده درع كده تكريمي من مجلس إدارة النادي الأهلي تقديرا لجهودك ولكل نقطة عرق بذلتها في النادي الأهلي يا أيمن، وعلى كل بطولات خدناها سوا. دي حاجة كده بسيطة ليك بنقدرك، وأحب أقول لك إن إحنا بنتمنى لك التوفيق يا أيمن في أي نادي تلعب فيه وتختاره، هتلاقي كل جمهور النادي الأهلي بيحبك وبيدعمك، وبصراحة كده هتوحشنا يا أيمن والله. ربنا معاك في اللي جاي يا حبيبي، ولو احتجت حاجة احنا موجودين يا حبيبي. شنطة هدومك اهي بره النادي، ما اشوفش وشك هنا تاني. انت نسيت نفسك يالا ولا ايه؟ 10 مليون ايه اللي انت عايز تجدد بيهم شنطة هدومك يالا؟ ده انت كنت جاي لنا بشبشب زنوبة ياض، فاكر يالا؟ وكانت شورتك مقطوعة، احنا اللي عملنا منك نجم وعملنا منك بني ادم يالا. العربية اللي انت فرحان بيها دي ما هي بفلوس.